حاليا القصر هو متحف مثل ما قلنا بيستقبل الزوار، بنعمل فيه مناسبات اجتماعية وثقافية، ندوات موسيقى فن، يعني هيدي الأشياء. بس حاليا يمكن بخلال فترة اللي هي مارقة عليا بلبنان كتير موقف النشاطات. استعملوا كغرف نوم وسكروا السقف، صار السقف مسكر. يعتبر القصر فريد من نوعه لأنه كل القصور بهديك الحقبة الفترة مش مسكر سقفها. هيدا الوحيد اللي هي أخذ هيدا الطابع اللي هو فيه قديم وحديث، يعني الطابق الفوقاني يعتبر حديث لأنه مش من نفس الحقبة، استعمل كغرف نوم. بدك وبعد ذلك بعام 2001 تقريبا تم افتتاحه من قبل الدباني واعتماده كمتحف ومكان ملتقى ثقافي، صار فيه عديد من المنتديات وعديد من المناسبات الثقافية بالتعاون بين وزارة السياحة وبلدية صيدا، والآن مفتوح أمام الناس للتمتع بجمالية وزخارف هذا المعلم التاريخي، أيضا إلى اللوحات التي أضيفت على المعالم العثمانية الموجودة في هذا القصر.